مطلقة مشكوك فيها، وزمان كانت بتقلبها مناحة لكن دلوقتي بتروح تعمل شعرها. العالمية ياسمين عز بتصدم المطلقات بتصريحات مثيرة مش هتصدق اللي قالته على الهواء. تصريحات صادمة ومثيرة من الإعلامية ياسمين عز، كشفت فيها مفاجأة عن المطلقات وعن تصرفهم بعد الطلاق. وقالت ياسمين في طالقها: زمان الست كانت بتطلق من هنا وبعدها تقلبها مناحة وعياط، لكن دلوقتي بتطلق وتروح تعمل شعرها وتلمعه وتنزل على أقرب فرح وتروحه. والطلاق بالنسبة للراجل انطلاق بيعيش حياته بعدها، إنما الست بيبقى كأن حياتها انتهت. لو اتأخرت على البيت شوية بتبقى فتاة لي وماشية على حل شعرها. مش بس كده، لكن كمان قالت ياسمين في تصريحاتها: في حاجة اسمها اتيكيت الطلاق ولازم الست تفهم الموضوع ده، والحلقة دي للكبار فقط ومش للبنات اللي لسه ما اتجوزتش. اوعى تقابلي جوزك السابق وتعملي شعرك بعد ما كنتي محجبة، وممنوع ارسال لوم وعتاب ورسائل طويلة ومملة. غيري اسمه على الهاتف بأي اسم تاني، وممنوع تشيلي صورتك من الفيسبوك وتحطي مكانها حسبي الله ونعم الوكيل، وما تجيبيش سيرته بكلمة وحشة مع الأبناء، ولا تتحدثي مع عائلته بطريقة ليست جيدة، وممنوع تقفي في طريقه لو عاوز يتجوز تاني. وكشفت ياسمين عز مفاجأة وقالت: الست المطلقة مشكوك فيها دايما، فمش من حقها تعمل حاجة، إنما الراجل المطلق بيعيش حياته. لكن دي مش المرة الأولى اللي تثير فيها ياسمين عز الجدل. الأيام اللي فاتت كمان أثارت ياسمين جدل كبير بسبب تصريحاتها عن طلاق نيلي كريم وهشام عاشور. وقالت ياسمين في تعليقها: من دقايق انتشرت أخبار عن طلاق النجمة نيلي كريم وهشام عاشور، ودايما وطول الوقت مش بحب أقول أخبار طلاق ومش بحب نكون طرف فيها، لأن المواقع مكفية وموفية. وعاوز أقول إن حياة الفنان أو الشخصية العامة اوعى تفتكر إن حياتها خاصة. كمان وجهت ياسمين نصيحة للسيدات وقالت في تصريحاتها: حياتك كمان عامة، الناس هتفضل تفتش وتحب تسمع أخبارك سواء اتجوزت أو اتطلقتي. وأتمنى نقف عند إعلان الطلاق وملناش دعوة بقى بأسباب الطلاق، ملناش علاقة، مش موضوعنا ومش قصتنا، وربنا يقدم لها اللي فيه الخير. وعادي ناس كتير بتتجوز وتتطلق. وقالت ياسمين كمان عن اللي بيحصل من مؤشرات خطيرة في المجتمع من حوادث الطلاق المتكررة، لكن وبيستوقفني هو ان محدش بقى بيعمر، ودي من المؤشرات الخطيرة في المجتمع، وكل واحدة تحافظ على جوزها. بتكلم جد، لان مؤخرا حقيقي محدش بيعمر، ما تفهمش عين، ما تفهمش حسد، مش عارفين. دايما باخد بالي ان اللي بيكون مضطر يوري حياته للناس الشخصيات العامة والمشاهير ما بيعمروش، فلازم تبقى خبيث في حياتك الشخصية علشان تعمري مع جوزك، سواء شخصية عامة او مش عامة. داري على جوزك وداري على بيتك، وما تنشريش وما تعلنيش وما تبينيش انك سعيدة، اتخبسي يا مدام علشان العواقب مش سليمة. نصائح ياسمين عز للزوجات دايما بتعمل جدل كبير، لكن يا ترى هل بتكون ياسمين موفقة في نصائحها للسيدات ولا لا؟